حسن الدندن لاعب نادي سامية ولعب كرة القدم. والله عمي هو اللي دخلني، هو كان يلعب نادي سامية قبل فهو اللي دخلني النادي. والله أنا من زمان وأنا ألعب كرة، كنت أشوف عمي يلعب ووايد حببني بهذه اللعبة وبس. والله أنا بس لما ألعب كرة أحس إنه وايد مستانس، وربعي يشجعوني، أقدر أسولف مع ربعي. ولما لعبت الألعاب الثانية ما عجبوني وايد فتمسكت بالكرة. طموحي ألعب نادي سامية لما يكبر درجة أولى ومنتخب الكويت إن شاء الله. إحنا 5 أيام بالأسبوع وندخل النادي 5 فرات حول الملعب، وبعدين نلعب مربعات وزقزاق وباصات، وعلى آخر شيء تعريضات وشوتات، وآخر شيء نلعب تقسيمة. مدربي الحالي كابتن صالح، تمنياته حلوة ويتغشمر معانا، بس وقت الجد لازم تكون جد، وقت الضحك لازم يكون ضحك. في تشجيع من ولي أمري، أمي وأبوي، بس أكثر شيء عمي يوسف الدندن، لأنه هو اللي حببني بالكرة ودخلني دخلني النادي من الأول. قدوتي باللعبة مبارك الفنيني وعمي النادي الشجع النادي السامية. لازم أول شيء أهم شيء إنك تسخن، ولازم توازن بين أكلك ونومك وكل شيء. لا توقف بالشيء اللي تحبه، استمر وإن شاء الله تحقق حلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الكابتن صالح العبادي، مدرب قطاع البراعم في نادي السالمية لكرة القدم. مارست اللعبة بالنادي، كنت لاعب سابق بالنادي وحاليا مدرب لفئة البراعم، وإن شاء الله نطور من فئة البراعم من ليفل إلى أعلى إن شاء الله، ونتمنى نوصلهم لأعلى درجات بالنادي ويكونون رادف للكرة الكويتية في قادم السنوات إن شاء الله. بالنسبة لقطاع البراعم يعتبر من أهم القطاعات بالنادي، لأن فترة انتقالية من مدرسة اللي هي اللي يكون صغار إلى المرحلة أو اللعب النظامي اللي هو 11 به 11، فمرحلة تكون حيل حرجة ويبيلها شغل زيادة. بالنسبة لحسن الدندن لاعب وسط، لاعب موهوب وأتوقع له مستوى ومستقبل باهر إن شاء الله، يعتبر أصغر واحد من الفريق لكن عنده مهارات مميزة، خصوصا للاعب الوسط، نقل الكرة من خط لخط، والإبداع والحس التهديفي، وأيضا الانتقال من جهة لجهة وصنع الفرص والأهداف للاعبين المهاجمين. اسمي عبد الرحمن محمد المغربي، عمري 15 سنة، ألعب تحت 17 سنة، نادي القرين، وألعب لعبة السكواش. دخلت النادي وأنا عمري 5 سنين عن طريق أخوي ماخذين المدرسة وحقق فيها إنجازات، فقلت خلني أجرب ومشت معي، يعني طلع عندي أنا عندي موهبة فيها. يعني من عمري 5 سنين لي الحين ما لعبت ولا لعب، بس يعني عندي كرنيه بهالنادي ما عندي، لا بس سكواش. اللي خلاني اكيد كل لاعب مثلا يستمر اكثر من 5 سنين تحوشه الاحباط انه خلاص بغير اذا ما حقق انجازات، بس انا من عمري 12 سنه تقريبا حققت مراكز. اول شيء بدأت الثالث كله فردي، كنت العب بالنادي اخذ بطولات فردي، اخذ ثالث باسمي، هاي لعبه فردي اخذها انا كلها باسمي. وشنو هذا اللي خلاني استمر، ناخذ مركز الثالث كذي كذي. يوم تطورت شوي نضجت، دخلت منتخب، عرفت اللعبة أكثر، قمت أخذ مركز الثاني والحمد لله. يعني هم القرين خلاني كاس تفوق معاهم وكذي. طموحي مثل أي لاعب كويتي، لاعب منتخب، أبي أوصل للعالمية، أبي
ان اسمي ينحط كمركز اول مو ثاني ولا ثالث، الاول بالعالم يعني ان شاء الله. طبعا انا دشيت منتخب 2017، ومن اول ما دشيت منتخب 2017 رحنا معسكر 2017 مصر، ورحت معسكر 2018 مصر، و2019 رحنا بطولة آسيا مع المنتخب مكاو، وهم توني راجع قبل أسبوعين من بطولة العرب مفتوحة بمصر. وطبعا المعسكرات تختلف عن البطولات، المعسكرات يوم رحت معسكرين أنا بطولتين، المعسكرين رحت لهم استفدت يعني بشكل جبار، كلياقة كجسمي تغير، لعبي تغير، ألعب مع ناس مستواهم خيالي. رجعت الكويت يعني فارق مستواي كان، خليت مراكز وكل يعني موجود. وببطولات لا تستفيد أكثر وأكثر، لأن بطولات رسمية وحكام وجو مباريات وضغط وكذي، هذا كله خبرة إن شاء الله اكسبناها حق إن شاء الله يعني حق البطولات الجاية إن شاء الله نقدم شيء جديد حق الكويت. البطولات اللي دخلت انا بطولتين، هذه بطولتين يعني من حق الجونيور حق الصغار اللي بعمرنا، هذه احسن بطولتين، بطولة العرب وبطولة اسيا. فشنو حقا طلعت من دور 16 انا اخر بطولة، بطولة العرب يعني خيت من افضل 16 لاعب. كنا قاطعين سنتين ملاعبين من كورونا، رادين تدريب اسبوعين مع المنتخب، يعني هذا كانت بطولة كذي حق احتكاك وكذي، ما قدمنا يعني مستوى طيب، بس ان شاء الله يعني بالجايات. وبطولة اسيا دخلناها قبل كورونا بكم اسبوع، هم ان طلعت من دور 32. المدرب اللي ترك لي بصمه بلعبتي كابتن محمد الجمل وكابتن تامر رأفت، مدرب سكواش ومدير اللعبه، تركوا لي بصمه يعني جباره بمستواي الحمد لله. التدريبات اللي بالنادي طبعا يعني وايد استفدت منها كنظام حياة وكنظام بالكلعبة، يعني بالحياة نظم وقتي وكذي، كلعبة اكتسبت يعني سرعة، ان شو اروح الكرة بسرعة وارد نص الملعب وكذي، اشياء بالسكواش وايد اكتسبتها. وهم ان يعني هاللعبة تخليك وايد سريع، فهم اروح العب اروح مع ربعي على كرة قدم اكون وايد سريع وكذي وعندي سرعة كذي. هم ان هاللعبة يعني حق اللياقة شيء جبار، يعني في وايد امور فبالسكواش، اللي يفهم سكواش راح انه وايد امور، دروب وستريت كروس اشياء وايد، فاكيد كل لاعب حتى لو لاعب قوي عنده مثلا شيء ضعيف فيه، ويعني توني بادي فاكيد عندي وايد امور، كل يوم اروح تمرين اطور لي اياه يركز عليه المدرب. طبعا اكيد من وانا صغير شجعوني، ووقت اكون محبط يساعدوني اني ارد النادي اكثر وكذي. مثلي الأعلى محليا البطل العالمي عبد الله مزين، ومثلي الأعلى خارجيا محمد الشربي، ينقص يعني اللاعب الكويتي اهتمام أكثر من الهيئة، يعني كبروح بطولات ومعسكرات لازم يكون فيه اهتمام أكثر. احنا نشوف المنتخبات البادية فارقة عنا ما شاء الله، يعني أقول لهم لازم تشوفوا لكم نادي او لعبه معينه بنادي تقدمون فيها اللي تقدرون عليه، ان تلاقون فيها موهبتكم فيها، وهذا الشيء راح يساعدكم بالحياه بعد.